في سؤاله الثالث يقول نصا: ما معنى قول الله تعالى حكاية عن إبليس: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله؟ يقول: كيف يكون تغيير خلق الله وكيف يكون تبتيك آذان الأنعام؟ تبتيك آذان الأنعام قطع الآذان أو شقها تعظيما للأصنام، تعظيما للأصنام وهي البحائر. قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. أنواع من أنواع الأنعام يعظمون بها أصنامهم، ومن ذلك أنهم يشقون آذانها علامة على أنها للأصنام. هذا من تبتيك آذان الأنعام. وتغيير خلق الله يدخل فيه نتف الحواجب أو حلقها أو قصها، هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن ذلك حلق اللحى. حلق اللحى محرم مستقل، محرم مستقل، ولا يبعد أن يدخل في معنى الآية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على تحريم حلق اللحى ونهى عنه وأمر بتوفير اللحى وإرخائها وإرسالها وإعفائها وإكرامها وعدم التشبه بالكفار في حلقها أو نتفها أو غير ذلك. نعم.